اشكر الله المنظمة من ابو هنا جيت الله خير جيت الله خير جيت الله خير اشكر المنظمة جزاكم الله خير عبد الرحمن هذا اجل هنا لا توزع شيء منك لا في شهر رمضان العظيم نقوم بصرف مواد غذائية لهذه الأسر المتضررة في مخيمات النزوح. مشروع مساعدات نقدية مقدمة من منظمة إيهاها التركية. حرام ما شاء الله. انا ما استقبلت انا معلش بس دول بقى معلش لكن